تعمت السائق القطار. حنا كان دابا كنطالبوا باعاده النظر في هذه القضيه. حنا الان متواجدين بمستشفى مولاي عبد الله، حيت عمتي تلقات صدمه كبيره ملي سمعت ولدها راه تسجن. واش دخلناك بالله؟ واش الراجل خاصو يكون عند طبيب نفساني يعالج النفسيه ديالته، ولا خاصو يكون في السجن؟ واش هادشي يدخل العقل يا عباد الله؟ واش هادشي يدخل العقل؟ في السكه كاين مشكل تما. كاينه التران الاول اللي كان غادي الناس تزعزع بهم تران تما كاينه، ومشاو لاكار قالوا لهم راه النقطه الفلان فلانيه في بوق نادل راه كاين تزعزع بينا تران تما كاينه. ياه هما خاصهم ينوضوا ويمشيو يشوفوا المشكل من تما كاينه، يمشيو يشوفوا المشكل ويعطيو التران اللي جاي يعطيوه انذار، ولا يعطيوه اشاره راه بلاصه فلان فلانيه خاص اشنو كاين وهاشنو كاين. هما ما قالوا حتى شي حاجه، ما عطاو لا اشاره لا حتى شي حاجه. واش دخلناه بالله؟ قالك السرعه المفرطه. واش الراجل مدوز 30 عام ديال الخبره، 30 عام ديال الحرفه، 30 عام ديال المهنه مدوزها يا وغايدير هذا الخطا؟ واصلا القطار عنده المراقبه ديالته. راه القطار ماشي هو الكار، ماشي هو الطاكسي، ماشي عنده المراقبه ديالته. كنطالبوا باعاده النظر في هذه القضيه هذه، حيت ما خاصهاش تدوز. ودابا كنقول للناس اللي توفوا اليوم الله يرحم الجميع، والناس اللي مضروبين الله يشافيهم يا ربي. وكنتمنى هو يخرج عن قريب ان شاء الله يا ربي، وما يكونش شي حاجه اخرى اللي نسمعوها، ما قادينش على شي صدمه اخرى. يكفينا غير جوج صدمات انه دار الحادث وخرج منها نجا منها الحمد لله، وانه دابا في السجن. هذه اللي باقا ما دوش لينا، ولكن ما قادرينش على شي صدمه اخرى. ودابا كنطالبوا باعاده النظر ويتدخل جلاله الملك في هاد القضيه. انا نسيبو راجل اختو. تنبغي نقول لكم الناس بعد الضحايا اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم، ودوك الناس اللي باقي مطول لهم العمر الله يشافيهم. وتنبغي نقول الناس الشعب كامل المغاربه كاملين يتضامنوا معانا، وراه كل شيء باين. ما الناس راه عارفه، كل شيء عارف باللي راه هذاك الشيفور راه غير ضحيه، والناس راه كيتضامنوا معانا في الفيس وفي الواتساب وكل شيء. المشكل راه ماشي منه هو، اللي مفريد كون مات هو راه شنو غيقولوا؟ فين كاين المشكل؟ دابا منين بقى هذا عايش قالوا راه المشكل، باش نغطيو ونقولوا راه المشكل راه في هذا السيد هذا. حنا اللي بغينا اللي تنطالبوا من جلالة الملك يدير إعادة النظر، شوف من حالنا ومن حال هذه العائلة. راه كاملين تكرفسنا، ما بقينا تنعسوا ما والو، الماكلة ما بقاتش كدوز لينا، الخدمة ما بقيناش قادين نخدموا، خدام ما كتعطيش داكشي اللي، لان عقلك ما كاينش. موها هي ناعسه هنايا الله اعلم واش تعيش ولا ما تعيش. هو الهيه لا اله الا الله. كنتاسفوا على هذا الحديث، واللي ما كناش كنتمناو يوقع، وما كناش يكونوا ما تنتمناوش يكونوا هاد الضحايا. تاسفنا عليهم بحقها بزاف، والمشكل وكنطالبوا باعاده فتح التحقيق في هذه النزيلة، لأن التحقيق غير نزيه، وأن المشكل ماشي في السائق. المشكل كان في السكة، وتشكاو الناس اللي في القطار اللي تسعود اللي كان قبل من القطار، وريكلاماو في لاكار، وكنت أخذت الإجراءات اللازمة ما كانش يوقع الحادث أصلا، لأن الناس تشكاو واحتجوا، لأن في ديك المنطقة بالضبط وقعت لهم ارتجاجات، ولكن للاسف الاجراءات ما اتخذتش، وما علموش السيد، ما عندوش فكره، بقى غادي مشى سايق التران لانه على السرعه اللي معتاد يمشي بها. وللاسف ملي وصل للمنطقه اللي فيها المشكل وقع الحادث وانقلب القطار، وللاسف ما كناش كنتمناو هذا الشيء، وكنتمناو اعاده فتح التحقيق، وكنتمناو يدخل صاحب الجلاله في اعاده فتح التحقيق من ناس اختصاصيين ديال الميدان، ماشي من الناس ديال الدرك الملكي. ربما ماشي الناس في التخصص ديالهم، لان الميدان خصو ناس تقنيين
اللي كيعرفوا في الميدان ويديروا البحث مع الناس العمال ومع اللي كانوا في ديك المنطقه واللي مكلفين ديك المنطقه، لان ما يمكنش هو يكون ضحيه. السيد عنده تجربه ديال 30 عام، وزياده على ذلك ان السيد عتقلوه هو مازال في حاله يرثى لها، مازال مريض، مازال في حاله نفسيه صعيبه، لان السيد خرج من يعني ما كان يعني خرج من واحد الموقف لا يحسد عليه، موقف لان تيشوف السيد اللي خرج من الموت، السيد اللي حداه الصديق ديالو توفى، هو بقدره الله يعني معجزه باش السيد عاش، ومع ذلك ما راهوش الظروف ديالو الصحيه ولا الظروف ديالو النفسيه، ومع ذلك اعتقلوه. لا يعقل ان السيد خارج من واحد الحادثه خطيره، ما كانش انسان كاع كيتوقع انه غادي يعيش في ديك الحادثه، ومع ذلك ما راهوش الظروف ديالو واعتقلوه. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، يا ملكنا تنقولها والله، عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس.